له في هذا السياق. دعامات رئيسة القضاء هو مخالفة دستورية لا شك فيها، وهذا رأيي الذي ذكرت علنا، وذكرت أيضا حتى لأعضاء مجلس السيادة الذين قابلتهم وذكرت لهم وجها لوجه أن هذه مخالفة دستورية. لكن وهذا أيضا رأي أغلبية أعضاء اللجنة القانونية للحرية والتغيير، وقد تم رفع هذا الرأي للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وهو أن هذا الفعل خاطئ. المسألة لما نتحدث عن ملف العدالة، احنا عندنا الخطأ بيعود لنا، لكن الناس بيتكلموا الشارع زعلان ومسألة ملف الشارع يتحدث، ملف العدالة تعبان، خلينا نقول كده بغض النظر عن الشارع او نحن المتخصصين في هذه المسألة نعرف ونتأكدين أن هناك مشاكل في إدارة العدالة وفي تطبيق العدالة. أولا نحن بدون محكمة دستورية سنة ونص، وهذا لا يعود لنعمات ولا السر، هذا يعود للاجتماع المشترك، يعود للسلطة الانتقالية. ما في أجهزة كثيرة للعدالة لم يتم إكمالها، مسؤول السلطة الانتقالية ومسؤولين نحن أيضا كقانونيين للحرية والتغيير قلنا، لكن نحن يعني علينا أن نواجه الحقائق بدون إخفاء. ما تم حتى الآن هو إخفاق من السلطة الانتقالية في إكمال هياكل السلطة وهياكل العدالة، لم تتم، وهذا إخفاق. نعم، إذن مسار العدالة تعبان كما يقول نبيل أديب، يقول في إشكاليات والسلطة الانتقالية فشلت وأخفقت في استكمال هياكل السلطة الانتقالية. نبيل أديب وهو رئيس يعني اللجنة القانونية في داخل القوى الحرية والتغيير، يعني طيب يعني كيف تحدث مثل هذا الحديث؟ طيب اولا طبعا الاستاذ نبيل اديب رجل قانوني ومعروف، لكن انا لازم افرق بين 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 شيئين، افرق بين نبيل اديب القانوني ونبيل اديب السياسي، لانه هو الان في موقع سياسي داخل التحالف الحاكم، وكثير ما اسمع لانه ده صحيح القانون، وده لانه الشكل الأمثل للسلطة قيام المحكمة الدستورية، قيام العدالة واعترافه الكامل، لأنه لا يستطيع أن ينكر هذه الأمور. إذا أنكر هذه الأمور سيكون قد لغى تاريخه المهني كله. لكن هذا حديث فيه نوع من الاستهبال السياسي. الاستهبال السياسي كيف؟ يعني أنت يعني رئيس لجنة القانونية في الحرية والتغيير، والأبواب مفتوحة بينك وبين رئيس الوزراء، بينك وبين المجلس السيادي، يعني لا تجهر بهذه الامور فقط في الاعلام، تخذ منها موقف. هو بيقول لك تكلم كثير ما في لا 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 بيقول. يعني شوف، انا اعرف هذه النوعيه من المهنيين ومن السياسيين، هؤلاء يستخدمون ادوات زينه، مساحيق تجميل بجمل وجه النظام، هم بيعرفوا الاخطاء، اخطاء شنيعه، يعني اي قانوني بيحترم نفسه لا يمكن ان يرضى بهذا الذي تم. اذا كانوا جادين فليستغلوا من اللجنة القانونية للحرية والتغيير، وليخرجوا من هذا التنظيم والتحالف السياسي الفاسد، التحول السياسي المدمر الذي يدمر السودان الآن. فكون أستاذ نبيل يرضى لنفسه أنه يكون مجرد أداة زينة، أو يكون مجرد لطخة تجميل في وجه الحرية والتغيير أو السلطة الحالية، هو ده المعيب. إذا كان قياب المحكمة الدستورية، قياب المجلس التشريعي، وأيضا حين نتحدث عنه، إذا كان خطأ إقالة رئيسة القضاء والنائب العام فوقت واحد، يعني ضلعي القضاء الواقف والجالس كله من توفي في وقت واحد وبطريقة غير دستورية زي ما أشار، ومخالفة الوثيقة الدستورية، يعني نسمع مثل هذه الاحتجاجات الباردة الباهتة ما عندها معنى، يعني كلام مجرد يقال لإرضاء الرأي العام ثم تنتهي الأمور، لا شيء يتحدث، لأنه يعلم أنه مثل هذه القرارات، مثل هذه الأحاديث لن تبدل في هذه القرارات شيئا. الشيء الثاني،
إنه إذا كان فيما يسمى باللجنة القانونية الحرية والتغيير الآن تجري عملية أسوأ من إقالة رئيسة القضاء، تجري عملية مخالفة لكل النظم في العالم، وعملية فيها شبهة فساد كبيرة، وفيها امتهان يعني غير مسبوق للقضاء، وتسفيه للقضاء، وتلويث للقضاء بكل ما يمكن أن تصفه من معاني وكلمات، وإهانة كاملة للقضاء. إنه تجتمع مجموعة داخل حرية وتغيير، مجموعة محامين هم الذين يعملوا معاينات للمرشحين لرئاسة القضاء، وهم اللي يختاروا رئيس القضاء. يعني إذا كان أنا محامي شغال في السوق زي ساطع، أو كده، لا هو قابل الناس، كيف أنت يعني أنت اللي بتختار رئيس القضاء، فرئيس القضاء اللي بيجي بعد اختيارك أنت كيف يكون موقفه معك اذا كان انت اللي بتختاره؟ هو رد على الحكايه دي يا استاذ صادق، يعني هو قال لا احنا ما اخترناهم، احنا فقط عايناهم عشان نوصيهم باستقلاليه القضاء ونوريهم انه ما حيكونوا تحت ضغط مننا. ده تدخل سياسي واضح وصريح في وتسييس للقضاء بشكل واضح ما بتحصل في اي حته في الدنيا، والتاريخ ما حيرحم نبيل اديب ولا غيره، انه دي مخالفه لاسس العداله، مخالفه لاسس القضاء. القضاء السوداني ده كان نزيه، هذه غازورات جديدة سيلوث بها القضاء السوداني. وأنا بقول إنه دي أكبر كارثة ستحل بالقضاء السوداني. أولا المرشحين نفسهم غير مؤهلين لتولي هذه المسؤولية، وما تدرجوا في سلم القضاء بالطريقة الطبيعية، وإنه اختيارهم بيتم لاعتبارات سياسية. يعني كل بيحصل اعتبارات سياسية، وكل واحد في المرشحين ديل عنده خلفية سياسية وفي جهة سياسية عينته، إضافة إنه كلهم متهمين إما في زممهم المالية أو في سلوكهم الأخلاقي وتعاملهم مع القضاء. فدي صورة شائهة جدا، وأنا كنت أربع بشخص زي نبيل، وأنا أعرفه حق المعرفة، إنه يعني يورط نفسه في مثل هذه الآسام الكبيرة. هو ذكر ورطة أخرى، ودي حتخلي الناس يفتحوا ملفات كثيرة في هذا الجانب. هو ذاته فتح ملف آخر، خلينا نشاهده.